بسم الله الرحمن الرحيم، نحييكم مشاهدي قناة النيل الثقافية في كل مكان من ملتقى الفكر الإسلامي. نحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ها هو الشهر المبارك يمر سريعا لنصل إلى العشر الأواخر من الشهر الفضيل. تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال. في الثلث الأخير من شهر رمضان المعظم تتضاعف الحسنات وتتعدد المناسبات، فقد جعل الله تبارك وتعالى في العشر الأواخر ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر إكراما من الله لأمة محمد عليه الصلاة والسلام حتى تتكاثر الحسنات والأعمال الصالحة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وربما تكون الأيام العشر الأخيرة في شهر رمضان فرصة لمن لم يكن راضيا عن أدائه في العبادات عبر الأيام الماضية من الشهر المعظم، ويستطيع أن يجني ثواب أكبر وحسنات أكثر في هذه الأيام الكريمة. مع عنوان هذه الندوة وهو فضل العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، نتابع هذا اللقاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وهذه هي تحية الإسلام، والحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. الحمد لله على نعمة سيدنا صلى الله عليه وسلم، والذي علمنا كيف نصوم وكيف نصلي وكيف نعبد الله على علم. من علمنا كل الخير ومن علمنا كل الفضل، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد الحبيب الشفيع الرؤوف الرحيم، الذي أخبر عن ربه الكريم أن له في كل نفس 100,000 فرج قريب، وعلى آله وصحبه وسلم. أهلا بكم في هذا الزمن الشريف، أهلا بكم في هذه الليالي المباركة الميمونة. إن لربكم في أيام دهركم لنفحات، ألا فتعرضوا لها، أو كما قال صدق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعالوا بنا نتعرض لهذه الرحمات ونتفيأ ظلال هذه النفحات، لعلنا تصيبنا نفحة من هذه النفحات فلا نشقى بعدها أبدا. أهلا بكم في هذه الليلة الطيبة المباركة الميمونة في العشر الأواخر في أيام العتق من النار. أهلا بكم في هذه الليلة من ليالي ملتقى الفكر الإسلامي الذي تنظمه وزارة الأوقاف بالتعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام، وها نحن على شاشة النيل الثقافية نبث على حضراتكم دائما هذه الليالي باللقاء مع العلماء الأجلاء وهم ورثة الأنبياء. اسمحوا لي في هذه الليلة ونحن نتحدث عن فضل العشر الأواخر من رمضان أن أسعد بصحبة صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور محمد الجبالي، الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر. أهلا بفضيلتكم يا فندم. أهلا وسهلا ومرحبا. أهلا وسهلا. ومعي أيضا صاحب الفضيلة الدكتور أيمن أبو عمر، وكيل وزارة الأوقاف لشؤون الدعوة، فأهلا بكما معي في هذه الليلة، وأهلا بكل السادة المشاهدين والمتابعين. واسمحوا لي في البداية ونحن في هذه الأيام المباركة الميمونة في العشر الأواخر من الشهر الفضيل، ما فضائل هذه الأيام؟ كيف ننتهز هذه الفرص، الفرص السماوية؟ ربما يقول البعض إنها فرص ذهبية، ولكن نحن بدورنا نقول إنها فرص إلهية، فرص ربانية لابد وأن نغتنمها. بداية نستمع إلى الأستاذ الدكتور محمد الجبالي، الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، ودائما ندور في فلك هذه الأخلاق التي نتعلمها من إسلامنا الجميل لكي تنضبط هذه الجوارح في سلوكها بين الناس. الحمد لله رب العالمين، انفرد بالتقرب إليه بالصيام والقيام، ولذلك اختص سبحانه وتعالى الجزاء لنفسه لمستحقيه، حيث جاء في الحديث: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدًا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر أن الصيام والقرآن يشفعان للعبد في يوم القيامة، فيقول الصيام: أي رب منعته الطعام
والشراب والشهوة فشفعني فيه. ويقول القرآن: أي رب منعته القيام والنوم بالليل فشفعني فيه فيشفعان. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على هذا النبي الأمي وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنَّ بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فلا شك أننا نعيش في أيام وليال مباركة جعلت لنا الشريعة الإسلامية الغراء فيها العديد من المواسم، مواسم الخيرات التي يتدارك فيها المسلم ما فاته من طاعات. إن لله في أيام الدهر نفحات، فتعرضوا لها فلعل أحدكم أن تصيبه نفحة فلا يشقى بعدها أبدا. ومن تلك النفحات والتجليات الربانية شهر رمضان، ويسبقه شعبان الذي اشتمل على ليلة النصف وفيها ما فيها من الفضائل. ولقد كان صلى الله عليه وسلم يضرب لنا أروع الأمثلة في كيف تستغل تلك المواسم، عندما يقوم في تلك الليلة ليلة النصف ويصلي ويطيل في ركوعه وفي سجوده، حتى إن السيدة عائشة رضي الله عنها تظن من طول قيامه وركوعه أنه قد قبض، فتقوم وتحرك إبهامه لكي تطمئن أنه حي، فتسمعه وهو يناجي ربه: اللهم إني أعوذ بعفوك من عقوبتك، وأعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بك منك إليك، لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ثم يبين لها قيمة تلك المواسم فيقول لها: إن هذه ليلة النصف من شعبان، فيها يطلع الله على العباد فيغفر لكل مستغفر ويرحم كل مسترحم ويؤخر أهل الحقد كما هم. والشاهد في ذلك أن هذا موسم للخيرات استغله صلى الله عليه وسلم، رغم أن الله تبارك وتعالى قد غفر له ذنبه، ولكن هو الحريص على الأمة: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وها هي نفحات شهر رمضان تتوالى، ثم ندخل في العشر الأواخر من هذا الشهر الفضيل. ولعل ما يميز تلك الأيام المباركة أنها احتوت على ليلة هي خير من ألف شهر، كما قال ربنا سبحانه: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. فإذا كان القرآن الكريم قد عظم
من فضل تلك الليلة المباركة، والنبي صلى الله عليه وسلم أيضاً عظم من شأنها وأعطاها مزيداً من العناية والرعاية، فأحرى بنا أن نأخذ الأسوة والقدوة من رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أمرنا ربنا سبحانه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. ولقد كان صلى الله عليه وسلم يجتهد ويزداد اجتهاداً في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، بكل وسائل الخير يجتهد، بالصلاة، بقراءة القرآن، بالتنافس في فعل الخيرات، حيث ورد أنه صلى الله عليه وسلم كان بطبيعته كريماً جواداً، وكان يزداد ويتضاعف هذا الكرم وهذا الجود في العشر الأواخر من هذا الشهر، حتى إنهم قالوا كان أسرع بالخير من الريح المرسلة. والله تبارك وتعالى يقول: فاستبقوا الخيرات وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. ما أحوجنا أيها الإخوة الأحباب إلى أن نسارع إلى الخيرات في شهر الخيرات، وأن نعفو عمن ظلمنا، وأن نعطي من حرمنا، وأن نصل من قطعنا في شهر الخير، علنا أن نفوز بتلك المكافأة التي أعدها الله تبارك وتعالى في قرآنه للكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. تلك جنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. تتجلى النفحات أيضاً الربانية في أن هذه الأيام التي تختتم بها أيام رمضان المعظم أنها اشتملت على شعيرة من أهم الشعائر، ليس على مستوى الفرد فقط، وإنما على المستوى العام الفرد والجماعة معا. تلك الشعيرة تتمثل في صدقة الفطر أو زكاة الفطر، التي من اسمها يعلم أنها مختصة بهذا الشهر الفضيل، صدقة الفطر. وتسمى هذه الزكاة أو هذه الصدقة زكاة الأبدان أو زكاة الرؤوس. لم يشترط في وجوب هذه الصدقة نصاباً معيناً من المال كما هو الشأن بالنسبة لزكاة الأموال، فنحن نعلم أن المال لكي يكون فيه زكاة وزكاة واجبة لابد أن يكتمل فيه النصاب بما يساوي 85 جرام من الذهب، ويمر عليه الحول، ويكون زائداً عن حاجته الأصلية. لكن صدقة الفطر لا تحتاج إلى نصاب،
فكل ما يملك قوت نفسه ومن يعول في ليلته وزيادة فيصدق عليه أنه من أهل وجوب زكاة الفطر. لكن سعادة الدكتور، يمكن وإحنا في العشر الأواخر وسنفرد مساحة مع فضلتك في صدقة الفطر، لأن يعني كيف يجعل الإسلام من الشعائر بعد في التكافل، بعدا يجعل هناك بعد للدوائر التي يتقارب فيها الناس ويخرج الناس متلاحمين من هذه الشعائر، الغني شعر بالفقير واقترب الكبير من الصغير في هذا الإطار. فلتسمح لي ونحن نتحدث عن العشر الأواخر قبيل الوصول إلى صدقة الفطر التي سنتكلم مع صاحب الفضيلة فيها بالتفصيل والتفسير، يعني أذهب للدكتور أيمن. دكتور أيمن، في العشر الأواخر، يعني العشر الأول رحمة والأوسط مغفرة، رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. هل حتى في العشر الأواخر أيضا مكفول لنا الرحمة والمغفرة والعتق من النار معا؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. بداية برحب بحضرتك أستاذ حسن، وبشكر حضراتكم واشكر الهيئة الوطنية للإعلام على هذا المجهود بالتعاون مع وزارة الأوقاف في إخراج هذا الملتقى بهذه الصورة الطيبة، وأسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمنا جميعا أجر هذا العمل. أمين يا رب العالمين. ثم إنه من دواعي سعادتي أن أكون اليوم بجوار أستاذ من أساتذتي الأفاضل أحد أصحاب الفضل علي، الأستاذ الدكتور محمد الجبالي. حقيقة يعني على المستوى العلمي والأكاديمي هو يعني تولاني بالرعاية أثناء تقديم لرسالة الدكتوراه في كلية الشرع والقانون بالأزهر الشريف، فشرف كبير لي النهاردة أن أكون بجوار هذا العالم الكبير من أعلام جامعة الأزهر الشريف، وأنا بالتالي سعيد بصحبتكم في هذه الليلة المباركة الميمونة في العشر الأواخر من شهر رمضان المعظم. سأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا جميعا. أمين يا رب العالمين. أمين. ثم إن الحديث عن هذه العشر هو الحديث عن العشر الأهم، فهي العشر الأخيرة من هذا الشهر المبارك، وهي تمام الختام ومسك الختام، وكما تفضل أستاذنا وأشار إلى أن فيها ليلة ولابد أن يكون لنا وقفات مع هذه الليلة خلال حديثنا، هي خير من ألف شهر. لكن في مجمل هذه العشر كان النبي صلى الله عليه وسلم يهتم بها اهتماما شديدا ويعطيها عناية كبيرة، فكان مما نقل عنه صلى الله عليه وسلم ومما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يجتهد فيها ما لا يجتهد في غيرها. نعم. ليه؟ نعم. العشرين الأول كان صلى الله عليه وسلم يخلط فيها بين نوم وصلاة، إذا دخل العشر الأخيرة لا نوم، العشر كلها عبادة. وشوف التعبير بتاع السيدة عائشة رضي الله عنها، إذا دخل العشر أحيا ليله، أيقظ أهله، شد مئزره واجتهد. الله. أربعة يعني كده عشان ده برنامج عمل. نعم. أيوه. صحيح. برنامج عمل. نعم. أحيا ليله وكأن الليل كائن حي له حياة، له أمور تجعله له خصوصية. قيمة. نعم. أو إذا تخليت عن هذه الأمور أصبح الليل ميتا ولا يحيا هذا الليل إلا بطاعة الله عز وجل، ومأخوذة من قول الله تعالى أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. هذه الحياة حياة الطاعة، حياة العبادة. أحيا ليله بالذكر، بالصلاة، بقراءة القرآن، بالتعبد إلى الله سبحانه وتعالى، وهو بالأصل وقت غفلة. نعم. يغفل فيه الناس وينام الناس فيه. نعم. أيقظ أهله، لأن المؤمن الحقيقي الذي يفهم دينه فهما صحيحا يعلم أن خيره لابد أن يتعدى إلى غيره. نعم. يعني مش الفكرة أن أنا بس واقف بصلي وتعبد وتهجد، لا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يوقظ
أهله أزواجه، وكان يذهب إلى بيت سيدنا علي وإلى بيت السيدة فاطمة ويقول لهما: ألا تقومان فتصليان من الليل؟ والله سبحانه وتعالى أمرنا بذلك، فقال: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نار. أيقظ أحيا ليله وأيقظ ليله وأيقظ أهله وشد مئزره كناية عن التفرغ للطاعة والعبادة، واجتهد صلى الله عليه وسلم. لكن حضرتك سألت سؤال جميل، قلت يعني هي العشرة دي بس مختصة بالعتق من النار، ولا احنا ممكن نرجو العتق في الليالي السابقة عليها؟ احنا نرجو العتق من أول ليلة صلينا فيها صلاة القيام اللي هي قبل الصيام. احنا في الأمور الشرعية، أستاذنا طبعا أستاذنا في الفقه نتعلم على يديه، في الأمور الشرعية يحسب الليل قبل النهار، علشان كده احنا بنصلي القيام قبل ما نصوم 30 شوال أو 29 شوال. نعم نصلي انت على حسب، عشان بكرة صيام، على حسب الرؤية. صحيح. نعم هذه الليلة تحسب من ليالي رمضان، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ولله في كل ليلة من ليالي رمضان عتقاء من النار. يعني سعادتك كده في ناس جابتها من أول ليلة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتبنا منهم. وهذا في السابقون. نعم ربنا يجعلنا منهم يا رب. وده في كل ليلة من ليالي رمضان لا يحرم الإنسان الأجر. حضرتك سألت كمان سؤال سريع كده في طيات الكلام علشان ما فيش حاجة تعدى علينا، قلت ليه الاجتهاد أكتر في الليالي العشر؟ لأن فيها ليلة القدر، وهذا هو الجواب الذي يعني نعم النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعتكفت العشر الأول من رمضان ألتمس ليلة القدر، ثم اعتكفت العشر الأوسط ألتمس ليلة القدر، ثم جاءني جبريل فقال لي: إن الذي تطلب أمامك، يعني هي في العشر الأخير. فاعتكف صلى الله عليه وسلم تحريا لهذه الليلة. لو أنا يعني حضرتك تحب تنتقل يعني الدكتور محمد الجبالي أستاذنا وعلمنا الجليل، يعني ربما يهمل البعض في أول رمضان أو في منتصف رمضان، هل في العشر الأواخر ملتمس له لأن يعود ويختنم هذه الفرصة ويدخل في ركاب العتقاء من النار، في ركاب المرحومين، في ركاب المغفور لهم، بالرغم من ربما ويصيب البعض منا هذا أنه قصر مثلا في العشر الأول في الأوسط إلى آخره؟ صحيح. يعني هو لعل مواسم الخيرات ليست قاصرة على شهر رمضان، ليست قاصرة على العشر الأول ولا الثانية ولا الثالثة، تمام، ولكن يتقدمها أيوة مواسم، كما ضربنا مثالا شعبان ليلة النصف، ليلة النصف نعم، وفيها حافز ودافع قوي جدا جدا لأن يستدرك المسلم فيها ما فاته، خاصة إذا علم أن الأعمال تعرض إلى رب العالمين في شهر شعبان، حيث كما نعلم الأعمال تعرض عرضا يوميا، يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ثم يجتمعان في صلاة الفجر والعصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم الحق سبحانه وتعالى: كيف وجدتم عباده؟ أعلم. فيقولون: وجدناهم يصلون وتركناهم يصلون. فهذا عرض يومي للأعمال. هناك عرض أسبوعي يتمثل في يومي الاثنين والخميس، ولقد كان صلى الله عليه وسلم رغم أن الله قد غفر له ذنبه كما نعلم، وعندما سئل: يا رسول الله يعني نخففت على نفسك وأنت مغفور الذنب، فيقول لهم: أفلا على رسلك يا رسول الله قد غفر الله ما تقدم من ذنبك، أفلا أكون عبدا شكورا. ثم في الثلاثة الذين ذهبوا إلى بيتي يسألون عن عبادتي، يعطينا في الجواب لهؤلاء درسا في الاعتدال حتى في الطاعة. يعني احنا نفهم بلغتنا أو في مجتمعنا المحدود
أن الاعتدال في الإنفاق فقط، في المصروفات المالية، لكي لا نكون لا مسرفين ولا مبذرين ولا بخلاء. ده الأمر يتسع إلى ما هو أبعد من ذلك حتى في الطاعة. لا نريد أن يكون هناك إنسان في طاعة على مدار اليوم والليلة، ولكن إن لبدنك عليك حق ولأهلك عليك حق، فأعطي لكل ذي حق حق. شهد أن هؤلاء الذين ذهبوا إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة، يظنون أنه على مدار اليوم والليلة في عبادة، فوجدوا أنه يعني ليس يعني في طاعة مستمرة، فتعجبوا. وفي النهاية هداهم العقل أن سيدنا رسول الله مغفور الذنب ويفعل ما يشاء ويترك ما يشاء. أما نحن فأحدهم قال أنا أصلي أبدا، والآخر أقوم، وأنا أصوم الظهر أبدا، والثالث لا أتزوج النساء. لا أتزوج النساء. جاء بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصباح: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، والله إني لأخشاكم إلى الله وأتقاكم من الله، وأصوم وأفطر وأصلي وأنام وأتزوج النساء، ومن رغب عن سنتي فليس مني. هذا هو الاعتدال المطلوب الذي أريد أن أنبه الناس عليه وأضع تحته عشرات الخطوط الحمراء. وهذا ما يجب أن نرغب فيه ولا نرغب عنه. طبعاً نرغب في هذا فيما سنه لنا سيدنا صلى الله عليه وسلم لتستقيم هذه الحياة. يعني حتى لا يكون هناك تطرف ولا تشدد. طبعاً. يعني التطرف مرفوض، التشدد مقبول. لا إفراط ولا تفريط. بالضبط. الاعتدال. فالأعمال تعرض عرض أسبوعي الاثنين والخميس، وتعرض عرض سنوي في شهر شعبان. يعني أنا أقول للإخوة المشاهدين لنا، إذا علمنا في حياتنا الدنيوية أن فلانا ستعرض عنه مذكرة لرئيسه فلان، أظن ستنمق تلك المذكرة وتكتب بمداد من ذهب وبخط جيد وكذا وكذا، حتى تناسب مع من تعرض لله المثل الأعلى إليه، وحتى يحوز على المكافأة. فما بالنا إذا كان العرض على الله تبارك وتعالى؟ فلا بد أن ينمق العرض بالإتقان في طاعة الله تبارك وتعالى. ولذلك السيدة فاطمة رضي الله عنها كانت عندما تتقدم بصدقة، ماذا تفعل فيها قبل أن تقدمها؟ تعطرها وتزينها وتغلفها زي علبة الهدية اللي احنا نقدمها الآن. طبعا. ثم تقول إنها تقع في يد الله قبل أن تقع في يد الفقير. فإذا علمنا أن الأعمال تعرض عرضا سنويا، فهنا يدعون إلى أن نجتهد في طاعة الله تبارك وتعالى. وإذا فاتت الفرصة في شعبان وفي 20 يوم من رمضان، فكأن الله تبارك وتعالى يقول في شريعته: الفرصة ما زالت باقية لنتدارك فيها ما فاتنا، مع ملاحظة أن الطاعة في هذه المواسم يتضاعف فيها الثواب، تتعاظم فيها ثم برضو المعصية تتعاظم فيها الأجر. المعصية أيضا تتدارك، يتداركها الإنسان، وإما يتركها وإما يتمادى فيها. وبر أيضا العقوبة مزدوجة، العقوبة لمن الغرم بالغرم. طبعا الله يفتح عليك. الغرم بالغرم. فشهر رمضان في أواخره نفحات ربانية تأكيدا لأن مواسم الخير ما زالت قائمة، وخاصة في ما يتعلق بصدقة الفطر. تجبر الخلل. وإحنا كبشر كما قال صلى الله عليه وسلم، كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التواب. يعني إحنا من وقت الصباح حتى نهاية اليوم أكيد عندنا أخطاء كثيرة طوال هذا الشهر. يأتي آخر رمضان وفيه صدقة الفطر، هذه تجبر الخلل والنقص الموجود في أعمال الشهر، كما هو الشأن بالنسبة لنوافل الصلاة. تجبر الخلل الموجود في الفريضة. عندما يقول الله تبارك وتعالى لملائكته: انظروا هل لعبد من تطوع، عندما يجدون أعمال العبد يعني قليلة في أعينه، فكأن الله تبارك وتعالى من باب الرحمة ورحمته وسعته: انظروا هل لعبد من تطوع
فيكمل به ما انتقص من الفريضة. ربما يمكن في هذه النقطة برضو لأن الدائرة عندنا من خلال الجلوس مع علمائنا الأجلاء تتسع لنا التساؤلات، أو الحوار يمنحنا تساؤلات أكثر، ونبحث في الحصول على إجابات متنوعة، ومن خلال هذه الشروحات تفهم أكثر وأكثر، لكي نبادر ونسارع دائما في الطاعة، وما عند الله لا ينال إلا بطاعة. دكتور أيمن، يعني لو علمت أمتي ما في رمضان من خير لتمنت أن تكون السنة كلها رمضان. وفي هذه الأيام نسمع من ينشد ويوشح ويقول فلا أوحش الله منك يا شهر الصيام، وكما كنا نستقبل أو ننتظر رمضان بشوق وذو الشوق القديم، وإن تعز مشوق حين يلقى العاشقين، يخشى فراق من يحب، وهو وكل ما في رمضان يحبه المسلم. كيف نجعل من العشر الأواخر زاوية أو بوابة للدخول إلى سائر العام بروح رمضان؟ جميل المعنى اللي حضرتك تتكلم فيه. هو الحقيقة كان الصحابة رضي الله عنهم يعيشون العام كله حول مفهوم رمضان. كانوا 6 أشهر يدعون ربهم أن يبلغهم رمضان. تمام، ما شاء الله. إذا دخل رمضان باقي العام يدعون ربهم أن يتقبل منهم رمضان، وكأن العام كله زي ما حضرتك أشرت هو رمضان، هو حال رمضان. نعم، لأن كما يعني وضح أستاذنا، الأيام الفاضلة لابد للعقل أن يغتنمها، ومن الخسران الكبير إذا كان الإنسان في غفلة في الأيام العادية أن يكون في غفلة في مواسم الطاعة. لذا يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: والمحروم من حرم من الخير في هذا الشهر. يعني إن لم يستفق في رمضان متى يستفيق؟ إن لم يتب في رمضان متى يتوب؟ إن لم يبدأ صفحة جديدة ويبدأ حياة جديدة ويسلك طريقة العودة والأوبة والإقبال على الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر فمتى سيسلك؟ ينبغي أن يأخذ الإنسان من هذا الشهر العبرة والعظة والدروس في أن يستكمل العام كله بروح رمضان. يعني الآن أنت تمتنع عن الصيام، أتمتنع عن الحلال، الحل الذي هو في سائر الأيام. نعم. أو في نفس الشهر في بعد أذان المغرب حتى أذان الفجر هو الحلال الطبيعي الذي تعيشه، مباح لك طعام، شراب، الزوجة، كل هذا أمر من أمور من المباحات أنت تمتنع عنها إقبالا ورغبة ورهبة والتزاما لأوامر الله سبحانه وتعالى. فمن باب أولى من باب أولى أن أمتنع عن الحرام فيما بعد رمضان. هل هذا هو نوع من التدريب، نوع من الرياضة يتريض الإنسان في رمضان ليكون كامل اللياقة أدبيا ودينيا وروحيا، إن صح التعبير، وإن يعني فلتصححوا لي إذن أخطأت في العنوانة. صحيح، حتى كان أمير الشعراء أحمد شوقي رحمه الله يقول: الصوم حرمان مشروع وتأديب بالجوع وخشوع لله وخضوع رضي الله عنه، لكل صوم حكمة، وفرض الصيام ظاهره العذاب وباطنه الرحمة. الله. أنت تمتنع عن الطعام والشراب، والظاهر أنك يعني في احتياج وفي شيء من المشقة، لكنها رحمة من الله سبحانه وتعالى، رحمة من الله سبحانه وتعالى أن يتعبد الخلق بأمر هو من صفاته جل شأنه، وهو الامتناع عن الطعام والشراب، فربنا سبحانه وتعالى غني عن ذلك. وده معنى من المعاني التي قال أهل العلم فيها أن من أجل هذا المعنى نسب الله سبحانه وتعالى الصيام لنفسه: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي. من تأويل أهل الأحاديث وتفسيرهم لقوله سبحانه في هذا الحديث القدسي: فإنه لي، أي لأن العبد يتصف بصفات الرب سبحانه وتعالى. وقيل في فإنه لي، أي لا يطلع على يعني أجره وثوابه وعظمته غيري. وقيل أيضا فإنه لي لأنه لم يعبد به غير الله سبحانه وتعالى. يعني هذه عبادة
لم يتقرب بها أحد إلى معبوده أبداً. يعني ربما تقربوا إلى معبوداتهم بالصيام، بالقرابين اللي هي كأنها صدقة أو زكاة، عفواً تقربوا بالصلاة، صح أحسنت، إنما بالصيام لا، لم يتقرب أحد إلى معبوده بالصيام. كل عمل ابن آدم له إلا الصوم. يعني لو أذنتي حضرتك لي إضافة إلى ما تفضل، إضافة إلى ما تفضل به الدكتور أيمن، لماذا كان يستعد هؤلاء ستة أشهر؟ اللهم بلغنا رمضان، ويدعون ربهم ونحن ويدعونه أن يتقبل منهم. الحقيقة لأن هذا ضيف رمضان، أيوة، يقدم على أحبابه بعد 11 شهر، بعد 11 شهر ضيف، وعندما يقدم يقدم بالهدايا والعطايا الثمينة التي تستحق أن ينتظره الناس. صحيح. إذا كان أول ليلة من شهر رمضان فتحت أبواب الجنان فلم يغلق فيها باب، وأغلقت أبواب النار فلم يفتح فيها باب، ونادى مناد طوال الشهر: يا باغي الخير يمم، ويا باغي الشر أقصر وأقصر، هل من مستغفر فيغفر له؟ هل من داع فيستجاب له؟ الله، هل الله من سائل فيعطى سؤله؟ ولله عز وجل عند كل فطر عتق 60,000، فإذا كان آخر الشهر أعتق الله مثل ما أعتق في جميع الشهر. شهر يقدم بهدايا، من تقرب فيه بخصلة من الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه، من فطر فيه صائما، هذه كلها هدايا دكتور أيمن. طبعا يا أستاذ، يقدم بها الضيف، الضيف يحل بهدايا. وإحنا ولله وهدايا سماوية، يعني هدايا ربانية، من ننتظر ضيف كريم في البيت عندنا يأتي بهدايا، فما بالنا إذا كان المهدي هو الله تبارك الله وتعالى. الله، من فطر فيه صائما كان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجر الصائم شيء. شوف العظم كمان، وليس هذا فقط، ولكن الصحابة يقولون ليس كلنا يملك ما يطعم أو يفطر الصائم، فيقول تستحقون هذا الثواب الكبير بشربة ماء أو مزقة لبن. ولعل في هذا جبرا للخاطر، وجبر الخاطر هذا شيء مهم في حياة الناس، وليتنا جميعا نتخلق بخلق جبر الخاطر. يتجلى هذا جليا وواضحا عندما يأتي الفقراء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون له: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالإجور. من هم؟ من أهل الدثور؟ هذا جبر. الأهم أن هذا جبر خاطر مهم غاية في الأهمية، حتى لا ينكسر خاطر الفقير المسكين الذي يحب أن يشارك في الخير ولكن تمنعه الظروف المالية. فذهب أهل الدثور الأغنياء، أيوة، يصلون ونصلي ويصومون ونصوم ويتصدقون بفضل أموالهم، ونحن لن نتصدق لأن ما عندنا أموال نتصدق. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أوليس قد جعل الله لكم ما تتصدقون به؟ إن لكم بكل تسبيحة صدقة، وبكل تكبيرة صدقة، وبكل تهليلة صدقة، وأمر معروف ونهي عن منكر. هذا هو جبر الخاطر الذي نحن في أمس الحاجة إليه، خاصة في مواسم الخيرات. يعني أرجع للدكتور أيمن، ونحن نتحدث يعني حول هذه النفحات والزمن الشريف، ويعني تجليات الزمن الشريف، كيف نؤدي حق الوقت؟ لأن لكل وقت حق، كيف نؤدي حق الوقت لننال البركات؟ أولا ينبغي تقديرا لشرف هذا الزمان أن يحدد الإنسان هدفه. أنا عايز إيه من العشر أيام دي؟ صحيح. وإحنا قلنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف التماسا لليلة القدر، يبقى غاية وهدف من الأهداف إدراك هذه الليلة، لأن هي ليلة يعني فيها من البركة ما فيها.
ذكر أمام الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من بني إسرائيل عبد الله عز وجل 1000 شهر، عبادته ما بين جهاد بالنهار وقيام بالليل، والعمر الطويل بقى ده عمره. نعم. أعمارهم كانت طويلة يا دكتور. نعم. نعم صحيح. وهم إذا كانت أعمارهم طويلة فإن الله عز وجل إكراما لنبيه صلى الله عليه وسلم أعطى لهذه الأمة هذه الأزمنة الشريفة. أيوة. ليكون فيها من البركة ما الله. يستعاض به عن يعني قصر الأعمار هذه الأمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أعمار أمتي بين 60 و70 وأقلهم من يجوز ذلك. لكن الشاهد فشق ذلك على الصحابة، يعني 1000 شهر فيها عبادة ومشقة وطاعة، فأينا يدرك ذلك؟ فإكراما من الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم أكرم أمته من أجله، فقال إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدرك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر من عبادة هذا الرجل. يعني هذه الليلة قيامها قال صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قيام هذه الليلة بأفضل، احنا دايما نقول ب1000 شهر ويحسبوها كده ب83 سنة، لا ما قالش هي تساوي 1000 شهر. صحيح. قال هي خير من 1000 شهر، يعني هنا أفضلية كمان. ده الموضوع. نعم. وكمان في خير في سياق نكرة، يعني علشان انت لا تستطيع ان تدرك مدى الخيرية في قيام هذه الليل. وليس للعاقل هدف أغلى ولا أثمن من الجنة. يعني الإنسان العاقل يعلم أننا في هذه الحياة كأننا في سوق، ورأس مالنا هو العمر، ولا شيء يستحق أن تضحي فيه بعمرك أفضل من أن يكون عندك هذا الهدف الغالي، أن تصل إلى جنة عرضها السماوات والأرض. إذن الاستثمار الحقيقي في هذه المساحة الزمنية لتجني الربح العظيم. نعم. يعني ألا إن سلعة الله غالية. ألا إن سلعة الله الجنة. وكان هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ يعني نعم نعم نعم. وكان سيدنا علي يقول طالب الجنة لا ينام، وإحنا لابد نستشعر هذا المعنى في هذه الأيام. يعني اللي عايز هذه العروس الغالية لابد أن يقدم لها مهرا يليق بها. من هذا المعنى انطلق إلى سعادة الدكتور محمد الجبال الأستاذ بكلية الشريعة والقانون، المفترض أو ما ينبغي علينا أننا كما أشرنا منذ قليل وناقش مع حضراتكم فكرة أن يكون حال رمضان هو حال المسلم بعد رمضان في سائر العام، وهذا ما يجعلنا نخطو خطوات حقية إلى أن ننال أو نفوز بالجنة دكتور محمد. نعم. يعني أن يكون حال رمضان سلوكنا ليس مقتصرا على رمضان، حتى يقول أهل الله رب رمضان رب شعبان رب شوال، يعني رب كل الأزمنة. لا شك أننا نعبد إلها حيا موجودا، وليست عبادة هذا الإله قاصرة على شهر رمضان. الله أكبر. بل رب رمضان هو رب شوال وسائر الشهور طبعا، وهذا الحقيقة يدعونا إلى أن نستفيد بالوقت، ولا نجعل الطاعة قاصرة على شهر بعينه أو يوم بعينه أو مناسبة بعينها. لأننا لو حقيقة لو نظرنا إلى الصوم نجد أنه يعطي جرعة قوية تمتد إلى ما بعد رمضان. نأخذ مثلا من جرعات التي ثمرة من ثمرات الصوم الصبر. نعم. الصبر يتحلى الإنسان بالصبر، فمن صبر شهرا كاملا عن تناول شهواته ومغريات حياته صار الصبر له سجية وله عادة، وأصبح خلق يتمسك به الإنسان، ولا يكون هذا الخلق بحال قاصر على شهر رمضان بل يتعدى إلى مدار العام.
نجد مثلا من هذا الشهر أنه يربي في الإنسان خلق المراقبة، المراقبة الحقيقية، وهذا يدعونا إلى أن نراقب الله تبارك وتعالى ليس في رمضان ولكن على مدار العام، لأن الله تبارك وتعالى يقول الذي يراك حين تقوم، وبهذا يتحقق الإحسان الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا الإحسان وهذه المراقبة لا يمكن العاقل أن يتصور أنها قاصرة على شهر رمضان، لأن هذه الأخلاق وحدة كاملة لا تتجزأ ولا تقتصر على زمن بعين. يعني في الدقائق المتبقية ربما لدينا دقيقة الأكثر، يعني مع الدكتور أيمن في سنادا على كلام فضيلة الدكتور محمد الجبالي، يعني في النهاية تصب كل هذه العبادات في السلوك، في السلوك بين الناس، ليكون المسلم زي ما نقول من الشارع أو من الجامع للشارع، من الجامع السلوكيات التي نفهمها ونعيها في الجامع تبقى في الشارع، يبقى من شهر رمضان أيضا إلى سائر الشهور، إلى سائر مناحي الحياة. كيف يكون السلوك إذا ما استثمرنا هذه الأوقات الحقيقية في العبادة؟ يكفي أن ننتبه إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم حينما حصر رسالته في هذه المقولة، أيوة، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. كل هذه العبادات تصب في هذا الباب. أيوة. من صام رمضان ينبغي له أن يتحلى بالخلق. صحيح. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش. هذا الصيام ليس مطلوبا، إنما الصيام المطلوب هو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم فإن سابه أحد، مش كرمتي بقى، أو قاتله أحد، مش حياتي بقى. ده معنى الكلام ده، إن يوم الصيام الحفاظ على يوم من أيام رمضان أغلى عندي من هذا التفكير، إن أنا أقول ده اعتدى علي، طيب فين كرمتي؟ ده بيعتدى. فإن سابه أحد أو قاتله أحد فليقل إني صائم. يعني هذه العبادة نتخيل بقى كلنا ماشيين بهذا السلوك. نعم. في حياتنا دكتور. نعم. دكتور أيمن. نعم. ربانيا هنتحول إلى الصورة التي أرادها الله سبحانه وتعالى من البشر، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم أنموذجا لها. ما هي لما سئلت السيدة الكريمة عائشة رضي الله عنها عن خلق سيدنا صلى الله عليه وسلم، قالت للسائل تقرأ القرآن؟ قال نعم. قالت كان خلقه القرآن. هو ده النموذج الذي ارتضاه الله عز وجل للبشرية. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. حسنة. اللي عايز بقى اليوم الآخر، اللي عايز لقاء الله سبحانه وتعالى، لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. هذا هو المطلوب، هذه الغاية من هذه العبادات. مش بس الصيام، الصلاة، الحج، الصدقات، هذه كلها تزكية للنفس، ليكون الإنسان إنسانا فاضلا، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. يعني أخذ في نهاية هذه الحلقة ما ذكره صاحب الفضل الأستاذ الدكتور محمد الجبال، أستاذ بكل الشريعة والقانون بجامعة الأزهر بالقاهرة، وأشكره شكرا جزيلا على ما تفضل به في هذه الحلقة، واستنادا على ما قاله الدكتور أيمن أبو عمر وكيل وزارة الأوقاف لشؤون الدعوة، بشكرك شكرا جزيلا. وما ذكره عن الأنموذج، فليكن سيدنا أنموذجا، ولنكن نحن نماذج نسير في ركابه، نقتفي ونتأس به، فما أجمل وما أحر وما أسعدنا إذا تأسينا بسيدنا صلى الله عليه وسلم، الذي كانت أقواله شريعة وأفعاله حقيقة وأحواله طريقة. في هذه الأثناء، في هذه الليلة المباركة، نستودعكم الله، ونلتقي بكم إن شاء الله في ليلة قادمة مباركة ميمونة من ليالي ملتقى الفكر الإسلامي الذي تنظمه وزارة الأوقاف بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأعلام. دمتم في رعاية الله وأمنه، وكل عام وأنتم بخير.